Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum, azul flaou, liyoum fi qanat Dizadir 2017. Ndirlkoum un dessert ou un tahliya. Voilà, bzouj tabakat. Nbdaou btabaka l'oula. Nsahqou hnaya nisf litre hlib. Nsahqou zouj mgharf kbar la crème pâtissière. Zouj mgharf kbar sucre, sucre. Mgharfa kbira cacao. ونسحقو هنايا لي شوكولا بيان سور ان ديسير كل ما درتي نوعيه مليحه من الشوكولا الديسير هذا كيخرج بنين فوالا نبداو على بركه الله عندي هنايا نص لتر حليب فوالا هكذا نحطو له زوج مغارف تاع السكر فوالا زوج مغارف هنا زوج مغارف تاع كريم باتيسيير وهنايا عندي مغرفة تاع هكا هنا نص لتر حليب كيما حبيتي اللي حبيتي بارد اللي حبيتي انا دوك بريباريت وحده هنا دوكا ندي هذا نحطو على نار تكون ليلة فوالا نقعد نخلط فوالا كي تشوفو هكذا ندير هكذا حبسو نحبس النار نطفي ونجي لهنايا بيان سور لا كريم تكون خفيفة وبخي تبدا تجمد شوية هنايا دوك نرمي لي شوكولا هنا فوالا راني دوبت لي شوكولا تاعي هنايا في الخليط نخليه يبرد شوية فوالا ديري هكذا نخليه يبرد ونجيب لي فيغين تاعي هكذا كل وحدة واش دير نبدا نحط فيهم واحد الخليط هاني بسم الله فوالا هي ليك الطبقه الاولى تاعنا لاكريم تاعنا الاول راه في ليفيرين خليناه 5 مينوت دوكا برا دوك ندخلو في الفريجيدير حوالي 30 دقيقه ومن بعد نزيدو نبريباريو لا دوزيام الطبقه الثانيه هنايا نبداو الطبقه الثانيه اللي نسحقو لتر نص لتر حليب زوج مغارف كبار تاع لا كريم باتيسيير هنايا شوكولا بلون هنايا 80 غرام سكر ما يعادل 3.5 الى 4 مغارف كبار هنايا مغرفه زبده ولا مارغارين هنايا لافاني واش نبداو نبدا ندير السكر تاعي هكذا نحطو في النار قليله هكذا حتى تولي لي كراميل ما تخلطي ما والو ما تدوشيش خليها هكذا حتى يبدا يدوب وحده هنايا ندير لا كريم باتيسيير تاعنا نديرو شويه الحليب هنا
لها شويه حليب ونخلط. هنا هنايا اللي ما عندهاش لا كريم باتيسير كيف كيف كي الطبقه الاولى كي الطبقه الثانيه تقدر تعوض مايزينا، بصح المذاق تاعها لا كريم باتيسير اللي يجي بنين. هنا هذه نوجدها هنا، نخليها من جهة. دوكا نشوفو هنايا حتى يدوب حتى يتكاراميليزا، هذا غير وحدو هكذا ما تدوشي وحش كاع، ولا كاسخون ما لازمش تكون عندها الماء، تكون ناشفة تماما. حتى نشوفوه هاكيك بدا يدوب السكر هذاك. هنا شوفو راه بدا يدوب يولي كراميل، نستناو حتى يدوب كامل. هنا هاديك دبنا كامل، دوك واش ندير غير بالعقل. باش نديرو الزبدة متخلوهش على النار باش ما يتحرق لناش هاديك الزبدة تاعنا. هانا شوفو هانا طلعوها هكدا شوية، نحوها من النار شوية هكذا. هنا هاي ليك صلصة كراميل تاعنا، هنا دوكا واش نزيد روحو ثاني غير بالعقل باسكو يقدر يدفق. هنا ندير هذاك الحليب، فوالا دوك تشوفوه هكذا نورمال ما خسرش. شوفوا كيفاش تجمد، شوفوا مي افورس تحركي وتزيدي تطلعي شويه النار تكون شويه قويه يبدا يدوب كامل. فوالا الى شتي هكذا نورمال ماشي حاجه عاديه. نبقى نخلط حتى يدوب كامل. هنا راه داب كامل هاديك ولا نورمال خليط تاعنا كراميل. ها هو الحليب هناك. دوكا واش ندير، نجيب هنايا الخليط هذاك اللي درت. هنا تاع كريم باتيسير بشوية حليب، دوكا نزيدو لهنايا. هكدا ونبدا نبقى هكدا نخلط. راه نجبد فوي خير. هنا نقعد نخلط هنا حتى نشوف هذيك الفقاعات هكذا كبار بداو يخرجوا. هانا نوليك هكذا دير الفقاعات هذيك، دوك نطفي نجي هنايا ندير شويه هذيك لافاني. نزيد نرمي الشوكولا، الشوكولا كيما قلت لكم قد ما ديري نوعيه شويه مليحه قد ما لو ديسير تاعك يجي بنين اكثر. فوالا
الشوكولا تبقى الشوكولا هذيك. خلط هكذا شويه قسمه تروح له هذيك. هلا هذا كي بدا يبرد نجبد في الفريجيدير هذوك لي فيغين ولا لي غام كان هذوك تاعي، ونبدا ندير الطبقه الثانيه. هلا هوليك الخليط تاعنا، الميلانج تاعنا تاع هلا دوكا نديرو هنايا طبقة ثانية. سيو تشوف كيفاش يخرج، ولا أروع، واحد البنة هايلة. شوية لا باسيونس باسكو صعيب باش يجمد شوية، باش يشد روحو شوية هنا. هنا وخليه بزاف فريجيدير ثاني، وحدة اللي عندها لي زانفيتي ولا تقدر ديرو افون لافي، ولا تقدر ديرو ابخي نحطو في فريجيدير ابخي تشوفوه ان شاء الله. فوالا هكذا لحقنا نهاية الحصة تاع نهار اليوم، اللي هو ان ديسير ولا التحلية بزوج طبقات. شوفو شحال شباب شحال هايل، وبنة ولا اروع. عطيت لها التزيين شوية خفيف بشوية مكسرات الجوز و بيستاش، شوية لي شوكولا بلون اي هدا لي شوكولا. شوفو ان شاء الله يكون نال اعجابكم، وتسييوه ترجعوا لي اخبار في لي كومونتير لي عجبو لي سياه. فوالا بارطاجي لا فيديو، ابونيفو على نوتر شين، كليكي سور لا كلوش باش يجيكم كل جديد دي زد ديفير 2017. تبقاو على خير، على بروشين فيديو ان شاء الله. تشاو.